يعني ماجدة، تحياتي ليك وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل اليوم انطلقت فعاليات ملتقى المشاريع الهندسية الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ والذي يستمر لمدة يومين. هذا الملتقى يستهدف يعني التركيز على الفرص الاستثمارية بين مصر والسعودية، وكيف يمكن وضع الأطر والأطر القانونية والتشريعية أولا لحماية المستثمرين وحماية الدولة. يعني معي على الهواء مباشرة معالي المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة. برحب بك يا فندم على شاشة النيل الأخبار. أهلا بالنيل بالأخبار. وبنتكلم النهاردة على مؤتمر كبير، مجلس الدولة له دور كبير في سن الأطر والقوانين التشريعية أولا لحماية المستثمر وحماية حق الدولة. كيف يمكن تطبيق الجانبين بطريقة تضمن سلامة الطرفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك والمشاهدين عارفين تماما ماهية الاستثمار. الاستثمار هو إنشاء أو تطوير أو تعديل أو توسيع أو آخره مشروع من المشاريع. هذا المؤتمر الذي يعقد الآن هو خاص بالمشاريع العملاقة في مصر وفي السعودية، ودور المستثمر وكيفية تحديد التزامات وحقوق الطرفين. في مصر زي ما يمكن سمعتني أقول إنه هناك تشريعات تنظم الاستثمار، وآخرها القانون الذي صدر سنة 2017 وحدد مجالات الاستثمار وتوسع كثيرا في مفهوم الاستثمار والضوابط والضمانات والحوافز وما إلى ذلك. وهو هذا التشريع تمت صياغته في قسم التشريع في مجلس الدولة، وكان لي شرف أثناء رئاستي لقسم التشريع أن أراجعه. هو قانون توسع كثيرا في فتح المجالات للاستثمار بما يحفظ التوازن بين الجهتين. هناك تشريع ثم قانون المناقصات ينظم المجال بين الدولة وبين المستثمر. المستثمر له أن يلجأ أن يتقدم للاستثمار في أي مشروع من المشاريع التي يراها محققة لمصالحه، وأيضا في نفس الوقت مصالح المرفق العام ومصالح الدولة. هذا المؤتمر يلقي الضوء كثيرا على المشاريع الهندسية العملاقة في مصر وفي المملكة العربية السعودية. أرجو أن نخرج بتوصيات مهمة فيما يتعلق بمجالات الاستثمار في مصر وفي السعودية تلقي الضوء وتحفز المستثمرين على الولوج إلى هذا السبيل. فندم، دايما الاستثمارات الأجنبية سواء في أي دولة بتواجه بعض المشكلات، كيف يمكن من البداية تلافي هذه المشكلات، وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها إذا بالفعل حصلت بعض المنازعات في مصر؟ وأنا أتحدث عن تجربة مصر، وطبعا أظن هناك أمور مثيلة في كل الدول العربية. في مصر قانون الاستثمار وضع آلية من بينها لجان لفض منازعات المستثمرين. دي لجان إدارية مشكلة فعلا وتتولى باستمرار مناقشة كافة المشاكل التي تطرح على الساحة. يعني إذا كان هناك مستثمر ويرى في الاستثمار هناك مشكلة تطرح على هذه اللجان قبل التوجه إلى القضاء. هناك أيضا وضوح فيما يتعلق بنصوص قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بما يضمن أن المستثمر على علم تام بكافة تفاصيل المشروع والعقد الذي يحكمه والنصوص التي تضبط هذا الموضوع. أيضا هناك استعجال أو هناك دوائر تفصل بسرعة فيما يتعلق ب المشاريع الاستثمارية وهي جذب الاستثمارات.